بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم. منشط الشهر المفتوح 2 هو نشاط طلابي يحدث داخل جامعة طرابلس للعام الثاني على التوالي، ينظمه اتحاد طلبة جامعة طرابلس. الشهر المفتوح، الفكرة جاءت من طالبة عضوة في اتحاد طلبة جامعة طرابلس. العام الماضي كان النسخة الأولى من هذا المشروع، حقق نجاح كبير داخل الجامعة وخارجها. أصبح مطلبا داخل جامعة طرابلس أن يقام هذا المنشط كل عام. الحمد لله وفقنا في الانتهاء من إعداده والانطلاق فيه في هذا العام. هناك العديد من الأفكار الجديدة، هناك نعم العديد من المناشط الجديدة، والحمد لله انطلقنا يوم 13 أغسطس اللي هو الأسبوع الماضي، السبت الماضي، والآن نسير على خطى ثابتة لتحقيق نجاح الشهر الثاني على التوالي بإذن الله. نعم، طيب لو حدثتنا عن هذه المناشط أخي حسين. هو الشهر المفتوح عادة لديه ثلاث جوانب: نعم الجانب التدريبي والجانب الثقافي والجانب الرياضي. مهم. الجانب التدريبي هو عبارة عن مجموعة من الدورات التدريبية التي يحتاجها الطالب لصقل مهاراته لتنمية نفسه داخل وخارج الجامعة. نعم نزيد نبسطها لك. الطالب الجامعي عندما يخرج من الجامعة ويتخرج بشهادة البكالوريوس في أحد الكليات يتجه إلى سوق العمل الليبي. معظم أو كل الشركات عندما تقابل هذا الطالب لا تكفي الشهادة الجامعية في توظيفه، هناك نعم العديد من المهارات الأخرى يجب أن يكتسبها الطالب حتى يتوجه داخل سوق العمل الليبي. صحيح. الفكرة من الشهر المفتوح هي تنمية الطالب داخل أو خلال فترة الدراسة. زي ما قلت لك، لما يطلع الطالب من الجامعة في فجوة كبيرة بينه وبين سوق العمل. أول سؤال: هل أنت عندك شهادة جامعية فقط؟ ما عندك شهادة في الحاسوب، إنجليزي، كيف تتعامل مع الناس، عدة شهادات. نعم، فهذه لابد من